توفيت 27 حالة مشتبها إصابتها بفيروس كورونا في محافظة مأرب من ضمن 242 حالة. أكد المسؤول الإعلامي لمكتب الصحة بمحافظة مأرب زياد الراعي في تصريح خاص ليمن شباب وفاة 5 حالات مؤكدة بوباء كورونا وتعافي حالتين أخريين. وقال الراعي إن منظمة الهجرة الدولية لم توفر الدعم الصحي للمدينة على الإطلاق، بينما تلقى مكتب الصحة وعودا كثيرة من المنظمة ذاتها بتأسيس مركز العزل الصحي وتزويده بالمستلزمات الضرورية، لكنها لم تنفذ أي شيء من تلك الوعود حتى هذه اللحظة. وأشار المسؤول الإعلامي لمكتب الصحة بمأرب إلى أن منظمة الهجرة الدولية امتنعت في الآونة الأخيرة عن دعم المرافق الصحية بأجهزة التنفس الصناعي استجابة لضغوط من قبل مسؤولين في المنظمة بصنعاء. الراعي كشف عن إنشاء مكتب الصحة 6 مراكز حجر للنازحين وفق خطة قدمت إلى المنظمات الصحية، لكنها لم تستجب لمطالب المكتب وخاصة توفير أجهزة الأشعة الحساسة والضرورية. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا من مأرب الأستاذ عبد العزيز الشدادي مدير مكتب الصحة. أهلا بك أستاذ عبد العزيز، وبداية هل استطعتم توفير إمكانيات تمكنكم من مواجهة كورونا حتى الآن؟ مرحبا أخي الكريم. نحن مثل بقية محافظات الجمهورية اليمنية لا زالت كل التجهيزات ضعيفة جدا في محافظة مأرب، إضافة إلى البنية التحتية الأساسية للجانب أو القطاع الصحي في المحافظة يشهد ضعف منذ الأزل، ويزيد طين بلة هي المواجهات الشرسة التي تقوم على مداخل المحافظة في الجهات الأربع، سواء في البيضاء أو في شبوة أو في الجوف أو في صنعاء أو في صرواح غرب المحافظة. كل هذه تزيد مضاعفات الأداء، أضاف إلى ذلك أنه لدينا إشكالية كبيرة جدا لتوافد النازحين في ظل البنية الضعيفة. نعم. حقيقة في هذا الظرف، وأنا أعلق على ما ورد أو ما نقل عن المسؤول الإعلامي، الخوف في المنظمة الدولية للهجرة قاموا معنا في مركز العزل الرئيسي، صحيح هناك تأخر في بعض الإجراءات نظرا لأنه طلبية المنظمة حسب إفادة المسؤولين في مكتبها في مأرب لا زالت قيد الإجراء، ومنها ما هو في صنعاء ومنها ما هو في عدن. تأخرت بعض أجهزة التنفس الصناعي لأنه لا نستطيع أن نجحد جهودهم الجيدة في إنشاء مركز العزل الرئيسي، ولا كذلك تعاونهم معنا في إنشاء مركز العزل ثانوي في منطقة الجوفين اللي هو أكبر مخيمات النازحين في المحافظة. نعم. بسعة 40 سرير. أستاذ عبد العزيز، كم عدد المصابين بكورونا إذن والوفيات في مأرب حتى الآن إذا كانت لديكم إحصائية؟ تدخلهم ضعيف ومحدود. نعم، كم عدد المصابين بكورونا أستاذ؟ تقريبا في التقرير أوردت الأعداد التي وردت على لسان المسؤول الإعلامي للمكتب. هناك إصابات مؤكدة ما يقرب 15 حالة مؤكدة بالفحص المخبري، ومنها 5 وفيات، ولدينا 280 إلى اليوم 280 حالة تتابع منزليا أو إصابة كإصابات مشتبهة. نظرا لعدم موجود البي سي آر في المحافظة لا نستطيع أن نميز أو نأكد إصابة تلك الحالة إلا أن الأعراض الظاهرة عليها والمتابعات السريرية والتشخيص الإشعاعي لأغلبها ينبئ بهذا، وعليه نقوم برعاية منزلية لعدد كبير منها، منها 13 حالة تقطن في المحاجر والمراكز العزل الصحي. نعم. منها 4 حالات تحت التنفس الصناعي، وهناك حالات تعافي، وهناك حالات فطام من التنفس الصناعي تدل على نجاح مركز العزل في المحافظة فضل عزل ثم جهود الأخوة العاملين فيه. كيف ردت إذن وزارة الصحة على مطالباتكم في توفير أجهزة بي سي آر ومحاليل الفحص الخاصة بكورونا؟ هل هناك أي ردود أو استجابة؟ حتى ننصف الوزارة، في هناك عجز أساسا لدى الوزارة بشكل عام، لكن لومنا وعتبنا على الوزارة أنه مفترض أن يكون هناك عدالة في التوزيع وأخذ بالاعتبار الضغوطات الصحية التي تلاقيها المحافظة سواء المواجهات أو وجود النازحين بكم هائل في المحافظة. هنا اللوم، أما بالنسبة لما لديهم من تجهيزات فهو بلا شك أنهم يعطونا أجزاء منها، لكن اللومهم بأنه مفترض أن يأخذوا بالاعتبار التزايد السكاني المهول بسبب النازحين والضغوطات الصحية بسبب جرح الحرب الناتج عن المواجهات المحيطة بالمحافظة. رئيس وزير الصحة مشكورا وجه أخيرا بإعادة مصنع الأكسجين إلى المحافظة، وهذا ما نرغبه قريبا إن شاء الله تعالى، وهناك وعود جيدة من جهات الوزارة بتوفير جهاز بي سي آر،
ونتمنى أن تفي هذه الوعود أن تكون في أسرع وقت ممكن حتى نستطيع أن نواجه الكارثة حتى ولو بأجد لا أدنى الحدود. نعم أستاذ عبد العزيز، بخصوص الكوادر الطبية المخالطة للمصابين، هل هناك أي إجراءات تتخذونها لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا؟ نحن بدعم مباشر من جهات السلطة المحلية وبعض الجهات والمنظمات وبعض فاعلي الخير من رجال الأعمال والمال في المحافظة، استطعنا توفير كمية لا بأس بها للأخوة العاملين في القطاع الصحي في مواجهة كورونا، سواء في المستشفيات أو في الفرق الميدانية. إلى حد ما نستطيع نقول بأنه لدينا كمية وإن كانت بسيطة جدا وتشك عنها، إلا أننا إلى اليوم بفضل الله عز وجل الحال أفضل من كثير من الجهات في هذا الجانب. نعم، إذن الأستاذ عبد العزيز الشدادي مدير مكتب الصحافي محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك.